السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في هذه الحلقة من حديث الثورة. في سابقة وصفت بالتاريخية، صوتت مصر في مجلس الأمن الدولي لصالح مشروعي قرارين متناقضين بشأن سوريا، أحدهما فرنسي إسباني لم يمرر بسبب الفيتو الروسي، والثاني كان روسيا ولم يحظى إلا بتأييد 4 دول وعارضته 9 دول وامتنعت دولتان عن التصويت. وقد وصف التأييد المصري للموقف الروسي بالمؤلم نظرا لابتعاده عن الموقف التوافقي العربي بشأن سوريا، وطالب كتاب ومراقبون بدول الخليج العربية برد مؤلم على النظام الذي دعمته دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وقرأوا في التحرك المصري الأخير في مجلس الأمن الدولي مؤشرا على تقارب مع المواقف الروسية والسورية والإيرانية يناقض المواقف المصرية المعلنة عن أن أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري. نناقش دلالات تصويت مصر في مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع قرار روسي بشأن سوريا بعد أن نتابع على تقرير زميل أحمد مرزوق. لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة ومجلس الأمن تصوت دولة بالموافقة على مشروع قرارين متناقضين في الجلسة نفسها، أمر أدهش القاصي والداني وأثار كثيرا من علامات التعجب والتساؤل عن الرؤية التي انطلق منها الموقف المصري في مجلس الأمن. لكن البعض الآخر رأى أن هناك غيابا للرؤية دفع إلى حالة تشبه الوقوف في منتصف السلم ومحاولة إرضاء جميع الأطراف. من المتعارف عليه سياسيا ودبلوماسيا وفي العلاقات الدولية أن الموقف الوحيد الذي يتوافق مع هذه الحالة هو الحياد، ويعبر عنه في المنظمات الدولية بالامتناع عن التصويت. فلماذا لم يمتنع المندوب المصري عن التصويت على مشروع القرارين الفرنسي والروسي؟ وكان الأمر سيفهم ساعتها أنه اجتناب لإغضاب هذا الطرف أو ذاك، وهو موقف متعارف عليه ومعتاد في الأمم المتحدة وغيرها. أما أن يصوت المندوب على القرارين بالموافقة فقد كان أمرا مدهشا بل وربما مؤلما. كان من المؤلم أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافق العربي من موقف المندوب العربي، هذا بطبيعة الحال كان مؤلما. دفع الأمر البعض للتساؤل حول الأسس التي تقوم عليها المواقف المصرية من القضايا العربية، برغم أن دول الخليج كانت ولا تزال في مقدمة الدول الداعمة اقتصاديا وماليا وسياسيا ودبلوماسيا للنظام الحالي. فالمساعدات المالية الخليجية لا تزال تمثل الداعم الرئيسي لكثير من قطاعات الاقتصاد المصري، وطبقا للتقديرات الرسمية فإن حجم المساعدات وصل إلى ما يزيد عن 40 مليار دولار ما بين منح ومساعدات بترولية وودائع بالبنك المركزي، وأغلبها من السعودية والإمارات إلى جانب الكويت. وتقدر الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 6 مليارات دولار، يتوقع أن ترتفع إلى 8، ما يجعلها أكبر دولة عربية مستثمرة في مصر، بما يمثل نحو 27% من إجمالي استثمارات الدول العربية. الأمن القومي العربي والأمن القومي في الخليج ده جزء من أمننا، ولن يستطيع أحد أنه يفصلنا عن أشقائنا في الخليج. هكذا صرح الرئيس المصري أكثر من مرة، مؤكدا أن مصر لن تتوانى عن تقديم كل سبل الدعم والمساندة للدول العربية في حال تعرضها لأي اعتداء. ومع ذلك تتباين المواقف حول عدد من ملفات المنطقة، خاصة الأزمة السورية واليمنية وليبيا، إضافة للجدل الذي أثير بعد مشاركة شيخ الأزهر في مؤتمر الشيشان. يضاف إلى ذلك الخلاف حول القوة العربية المشتركة التي اقترحتها مصر، لكن دول الخليج لم توقع اتفاقيتها حتى الآن. المؤيدون للموقف المصري في مجلس الأمن يفسرونه بأن القاهرة سعت إلى تحرك دولي جاد للتصدي للوضع السوري المتأزم، لكنهم لم يوضحوا كيف يمكن أن يساهم تأييد موقفين متضادين متناقضين في حل أزمة اتفق الجميع على أنها تزداد تعقيدا يوما بعد يوم. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا، مع ضيفنا من الرياض الدكتور ماجد التركي رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية، ومع ضيفنا من لندن الكاتب الصحفي وائل قنديل، وهنا في الاستوديو مع ضيفنا دكتور محمد المختار الشنقيطي أستاذ الأخلاق السياسية وتاريخ الأديان بكلية قطر للدراسات الإسلامية، ومع ضيفنا من القاهرة عبر سكايب المحامي أسعد هيكل الباحث السياسي والحقوقي المصري. نرحب بضيوفنا الكرام. أستاذ أسعد هيكل،
الموقف الماليزي والموقف السنغالي كان أقرب إلى الموقف العربي منه من الموقف المصري بشأن سوريا، لماذا؟ الموقف المصري بشأن سوريا موقف ثابت يقوم على مبادئ، هي أن مصر ترفض تقسيم الدولة السورية وتقف مع الجيش الرسمي العربي السوري ضد أي محاولات تأتي من الخارج لتفتيت الدولة السورية، سواء عن طريق المرتزقة الذين يجلبون من تركيا وعبر الحدود العراقية أو عبر الاعتداء الذي تسانده الولايات المتحدة الأمريكية وداعش. ولذلك رفضت مصر القرار، عيلة مصر القرار الروسي الداعي إلى أولا توصيل المساعدات الإنسانية إلى مناطق العمليات في حلب، كذلك الأمر إطلاق أو إعطاء حرية أكثر في المناورة للجيش السوري العربي في السيطرة أو محاولة السيطرة على ما تبقى من فتات أو من شتات الدولة السورية التي تكلمت عليها في الحقيقة العناصر الخارجية من كل بلد ومن كل منطقة ومن كل دولة. وبالتالي مصر اليوم لا يوجد بينها وبين الشقيقة المملكة العربية السعودية سمة خلاف في هذه المسألة، ولكن هو كيف لا يوجد هناك خلاف؟ السفير السعودي كان واضحا، عبر عن امتعاضه وانتقد الموقف المصري وباستغراب، وكيف لمصر كما تقول أن تقف إلى جانب الأسد وهو يدك البلاد على رأس الشعب السوري، وكل الدول العربية تقريبا تكاد تقف إلى جانب الشعب السوري؟ يعني هو الأسد ذريعة تتخذها القوة الأجنبية مثل ذريعة استخدام اسمه أيضا صدام حسين إبان غزو العراق. حتى إذا رحل الأسد لا أعتقد أن المشكلة السورية التي تعقدت الآن سوف تحل، الأسد هو مجرد حجة تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية ومن يساندها للوصول إلى الهدف المعلن في الحقيقة الذي أصبح غير هدف، هو تقسيم الدولة السورية إلى مناطق نفوذ واقتصاد سواء بين روسيا من طرف أو بين دول الاتحاد الأوروبي وبين الولايات المتحدة الأمريكية. لكن موقف مصر المبدئي والواضح هو مساندة الدولة السورية ومساندة الجيش العربي السوري ضد هذه المحاولات المستميتة في الحقيقة منذ سنوات عديدة. ويبقى الخلاف الروسي الامريكي قائما، وتبقى مسرحيه مجلس الامن في الحقيقه مش حتى لا يتوقف كثيرا امام القرارات التي صوتت معها مصر، هي انعكاس في الحقيقه للخلاف الامريكي الروسي. لكن استاذ هيكل، يعني هذا الموقف كان ممكن ان يكون تفسير وفهم هذا الموقف على هذا الشاكله، ولكن كيف يمكن ان نفهم ان مندوبا لدوله عربيه كبرى تمثل المجموعه العربيه يصوت في سابقة في تاريخ مجلس الأمن الدولي على قرارين في يوم واحد متناقضين متعارضين، القرار الروسي والقرار الفرنسي؟ لا يوجد أي تناقض بين القرارين في حقيقة الأمر. القرارين يتفقان في إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق العمليات في حلب، كذلك يعني حتى إحنا لو بصينا للوضع على الواقع حلب مفرغة من السكان يا سيدي الفاضل. نعم طيب هذه قراءتك انت لهذا المشروع، قراءه مختلفه كما يبدو استاذ اسعد. استاذ ماجد التركي، لماذا الغضب السعودي والغضب العربي من هذا الموقف المصري بينما القوى الكبرى دائمه العضويه في مجلس الامن الدولي هي السبب في هذا التأزيم السياسي والدبلوماسي في مجلس الامن الدولي وليس الموقف المصري؟ مساء الخير. طبعا للأسف الشديد أنا ما سمعت حديث زميلنا من القاهرة، الصوت يصل ولكن يعني كلامه غير واضح. أنا أتفق معك كل هذا. نعم الموقف دكتور المصري دكتور ماجي الشديد. أنا بالمناسبة أتفق معك لأن الصوت لم يكن يصلني أنا كذلك بشكل واضح، وأدعو الأستاذ أسعد هيكل لأن يقرب الميكروفون أكثر إليه حتى نسمعه بشكل جيد، لأن الصوت من المصدر غير واضح. تفضل دكتور. على كل حال الموقف المصري، طبعا الموقف المصري من الأزمة السورية ليس بجديد. الموقف المصري هو يدعم النظام بشار الأسد علانية، هو قدم أسلحة في عدة مناسبات، يعني سبق تقديم أسلحة عن طريق شركات أوكرانية وقدم معدات عسكرية إلى نظام بشار الأسد. مصر يعني لا تخفي موقفها من تأييد
بشار الأسد شخصيا، ولا تخفي موقفها من تأييد نور المالكي والعبادي حاليا في العراق. موقف مصر على الأرض متناقض تماما مع الموقف العربي، ليس الموقف السعودي أو الخليجي. مصر حاليا في مواقفها السياسية، وللأسف ليست مصر العربية بعمق مصر التي نعرفها، وهو مجرد مسخ وللأسف من التاريخ المصري. في اليمن أيضا، طبعا اليمن هي اليمن، هذا الأمر أكبر، لأن اليمن شرعية دولية، ومع ذلك استضافت مصر وللأسف الشديد معرض مصور عن الجرائم التحالف ضد الشعب اليمني ووفد الحوثيين. تناقضات على الواقع، يعني هل هي إضافة إلى استضافة الحوثيين وفد الحوثيين في القاهرة؟ هذا إنما أشرت إليه أستاذ الكريم. أنا أقول أن الوقائع على الأرض على ما يقوم به يعني الحكم العسكر في مصر يتناقض كليا مع المبادئ التي قامت عليها مصر كحاضنة للعالم العربي، كحاضنة لجامعة الدول العربية، كقوة عربية العالم العربي كله يدعمها من أجل أن يبقى يعني العمود العربي مستقيما. ولكن وللأسف مصر هي وللأسف تهوي بالواقع العربي بعيد جدا عن حقوقه ومصالحه ومستقبله. دكتور مختار شنقيط، يعني السفير عمر أبو العطاء مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، وأنقل عنه ما قال: أكد تأييد بلاده لكل الجهود الهادفة لوقف مأساة الشعب السوري، ودعا القوى الإقليمية والدولية والقوى السورية إلى تجنب الصراعات والمطامع والنعرات الطائفية، على كما قال المندوب المصري. من يقصد بهذه القوى الإقليمية بالتحديد التي يعني تدعم هذه النعرات الطائفية في سوريا وفي المنطقة؟ الحقيقة أنه يقصد السعودية وتركيا بالأساس، وكما تفضل الضيف من السعودية، الحقيقة أنه هذه المواقف لها تاريخ، فلابد أن نؤكد أنه نظام السيسي، لا أقول مصر، ولكن نظام السيسي موقفه موقفه من الثورة السورية، من مأساة الشعب السوري، هو موقف للأسف ليس بجد. حتى المجلس العسكري ما قبل الدكتور مرسي كان أحسن مواقف بكثير من السيسي، لأنه دعم المبادرة العربية التي دعت الأسد إلى تفويض صلاحياته لنائبه كما نعرف، وكان يمكن أن تكون صيغة للحل. فحتى المجلس العسكري كان له مواقف أكثر تقدما بكثير من موقف السيسي. كان الدكتور مرسي وحده هو الذي وقف موقفا مبدئيا في قضايا الشعب السوري والثورة السورية، ودعا بشكل صريح إلى تخلص من نظام الأسد، وقال إن ذلك واجب أخلاقي، ووقف موقفا إنسانيا ففتح أبواب مصر للشعب السوري. وكان من أول قرارات السيسي هو نقض هذا حتى على المستوى الإنساني. فأنا لا أدري عما يتحدث الأستاذ أسعد حينما يتحدث عن حرص مصر على وحدة سوريا، على هذا، هل من حرص مصر على وحدة سوريا هذا الموقف اللا إنساني من لاجئين، بعض النسوة الذين ردوا من مطار القاهرة مثلا بعد ما رمي بهم إلى البحر؟ فهنا المشكلة حقيقة، لكن لا يمكن أن نلوم فقط النظام المصري. أنا أعتقد أنه كان هنالك تفريط في مصر من طرف الدول العربية وبالذات في الخليج. متى؟ كان الخليج وبعض أغلب الدول الخليجية وقفت إلى جانب نظام السيسي ودعمته بالمليارات، وهذا هو التفريط في مصر بالضبط. أعتقد أنت مصر، أنا أقصد مصر ولا أقصد نظام السيسي. نعم. حقيقة هنالك تفريط في مصر. لو كانت الدول الخليجية جادة في أن تكون هنالك استراتيجية قوية ضد النظام الإيراني، الدكتور مرسي هو الحليف الطبيعي لها، لأنه داعم للثورة السورية وداعم للشعب السوري. فلا يمكن، هنالك تناقض في المواقف هنا. هذه الدول فرطت في مصر للأسف في لحظة معينة حينما ساندت نظام انقلابي، وبالتالي هذا النظام الانقلابي يغدر بها اليوم وبالأمة كلها حينما يمد يده للرئيس مرسي لروسيا. نعم، فحقيقة أنه ما حدث مع الدكتور مرسي بدعم بعض دول الخليج كان تفريطا في مصر ككيان وكقوة استراتيجية وكدولة لها وزنها في المنطقة. وللأسف بدأت المنطقة اليوم تدفع هذا الثمن، لا في داخل مصر فقط وإنما في الإقليم كله. أستاذ وائل قنديل من لندن، مصر في المجلس الأمني الدولي لا تمثل نفسها، مصر تمثل المجموعة العربية، فكيف تشذ عن الموقف العربي في مجلس الأمن وتعبر فقط عن موقفها الذاتي؟
يعني مصر النظام يسأل في ذلك المجموعة العربية التي تضخ المساعدات وتضخ المنح وتتبنى هذا النظام منذ أن تم وضعه في على رأس السلطة في مصر منذ البداية. في حقيقة الأمر يعني الزملاء من الرياض والدكتور الشنقيطي في الاستوديو أشاروا إلى تناقض منطقي وأخلاقي في المواقف العربية وخصوصا الخليجية من موضوع الثورة السورية وموضوع عبد الفتاح السيسي. يعني دعنا نقول بشكل مبدئي أنه لا نستطيع أن نفصل بين مشروع بشار الأسد ومشروع عبد الفتاح السيسي ومشروع عبد الملك الحوثي يعني كحزام ومعهم خليفة حفتر في ليبيا، حزام ثورات مضاد لثورات الربيع العربي، وبالتالي أي دعم لطرف من هذه الأطراف الأربعة بالضرورة يصب في مصلحة الثلاثة الآخرين، وأي موقف مبدئي ضد أحد هذه الأذرع أو الأطراف الأربعة هو بالضرورة يؤثر سلبا على فرص بقاء الثلاثة الآخرين. هذا لم نره، نحن رأينا دعما لعبد الفتاح السيسي بيد ومقاومة لإجرام بشار الأسد والانقلاب الطائفي في اليمن بيد أخرى، فهذا تناقض صريح. لابد من حسمه أولا، لابد من تحرير القضية أولا ثم نتحدث. عبد الفتاح السيسي لم يفاجئ أحدا، الجميع يعلم أنهم يتعاملون مع نظام يعتمد سياسة الابتزاز سلاحا واحدا في التعامل مع دول المنح العربية منذ البداية، يعني لم نعود إلى قصة التسريبات وما اعترف به عبد الفتاح السيسي شخصيا في هذه التسريبات أنه يستغل عرب الخليج، أنه يبتز عرب الخليج الذين يملكون كميات الأرز وما إلى ذلك. وبالتالي كيف يعني يبدو، يعني أنا أندهش من دهشة البعض من موقف عبد الفتاح السيسي. هم يعلمون أن الثابت لديه ثابت وحيد في علاقاته هو التحالف والتنسيق مع عدو صهيوني، هو هذا هو ثابته الوحيد، باقي المواقف هي متغيره. يعني موقفه من السعوديه متغير، وهذا رايناه في الموضوع اليمني. يعني نحن نتذكر عندما كانت الدول العربيه او دول التحالف العربي المتداخل في اليمن بتسحب سفرائها من صنعاء، في نفس اللحظه عبد الفتاح السيسي عين سفيرا جديدا في صنعاء كنوع من الضغط وكنوع من الابتزاز على الابتزاز للمملكه العربيه السعوديه. عندما استؤنفت المساعدات وما إلى ذلك سحب هذا السفير، وبالتالي المناكفة والمكايدة هي التي تحكم علاقة عبد الفتاح السيسي بدول الخليج، وبالتالي بينعكس هذا على مصر. ولكن هو بشكل مبدئي هو معادي للثورة السورية بنفس درجة عدائه للثورة المصرية، بل أن إطاحة الرئيس محمد مرسي من الحكم بهذا الانقلاب العسكري كان من ضمن أسبابها موقف الرئيس محمد مرسي من الثورة السورية ومن الشعب السوري، بدليل أننا رأينا مواقف رسمية في القاهرة مناقضة بالكلية لما كان عليه الوضع أيام الرئيس محمد مرسي، عندما كان يعني أمر وزارة التربية والتعليم بأن يعامل الطلاب السوريون معاملة الطالب المصري، وكان هناك حاضنة رسمية ومجتمعية للنازحين أو الأشقاء السوريين الموجودين في القاهرة. بعد الانقلاب العسكري رأينا يعني مثلا إحدى وسائل تشويه اعتصام رابعة العدوية عندما كانوا يتحدثون عن مصريات على أنهن من السوريات المستأجرات الإرهابيات التي يدعمن النظام الإرهابي في مصر، وهذا لم يكن صحيح. لم يكن هناك سوريات ولا سوريين في اعتصام رابعة العدوية. يعني وبالتالي المسألة نريد في المجمل دكتور وائل، حتى مسألة أخلاقية، مسألة خروج المندوب المصري عن إجماع العربي شكل صدمة حتى للرأي العام العربي حينما يعني يشهدون موقف كهذا من دولة مركزية تعد من القوى الكبرى العربية وهي تخرج عن الموقف العربي، بل هي الدولة التي مقرها هي مقر جامعة الدول العربية ومنها أمينها العام. كيف نفهم هذا المعطى الأستاذ أسعد هيكل؟ الأستاذ وائل أمجيد يتحدث عن ثورة، أنا بس بسأله أي ثورة يقصد؟ هل يقصد ثورة داعش في الرقة أم ثورة الأكراد في الشمال؟ لا، أم ثورة الجيش الحر في حلب وريف حلب لا نحن لسنا هنا في الشمال. أسعد أنا لسنا هنا في وارد الحديث عن الثورة السورية أو نناقش مسألة الثوار وغيرهم. هذا وهم، الذي يتحدث عن ثورة سوريا هو موهوم حينما يتحدث عن الإخوان ودعمهم للثورة. روسيا سوريا هي سيد الثورة، تفتتت ولم يبقى فيها سوى دمشق. أنا بنفس وقت سوريا وزرت دمشق
تبقى ما فيش قوة تسكنها 8 مليون. حتى إذا صورنا الدعوات الأمريكية التي تدعو إلى إخفاء بشار أسد عن الحكم ليس حل للأزمة بل تسويق لهذه الأزمة وتكريس لتثبيت الهدف الأمريكي المعلن بتثبيت الدولة السورية. طيب أستاذ أسعد أستطيع أن أقول أن الموقف المصري طيب. يتفق مع المبادئ والحقوق طيب. العربية ما تتحدث في الحفاظ على سلامة وأمن الدول العربية الداخلي. نعم أنا لا أريد أن أقطعك ولكن أسأل فقط هنا أسأل أسعد خلال مرحلة انتقالية نحن لا ندافع عن بشار كرئيس لسوريا ولكننا ندافع عن الدولة السورية وكانها وجود ما تبقى طيب. منها. ما دمنا نتحدث عن المبادئ أستاذ أسعد نعم ما دمنا نتحدث عن المبادئ كيف يمكن أن نقبل من مصر أن تؤيد قرار مجلس الأمن الدولي مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الروسي وروسيا التي يشهد العالم بأسره اليوم أنها